السلام عليكم أحبابكم في القناة. اليوم بحول الله موعدنا سيدتي مع وصفة رائعة، هو ياغورت طبيعي منزلي سهل صحي اقتصادي بسيط. كيف تشوفي معايا سيدتي؟ ولا أروع، متعدد الاستعمالات. ندوزو نشوفو المقادير وطريقة التحضير. الوصفة الياغورت الطبيعي بحاجتنا بحول الله 2 لتر تاع الحليب وجوج تاع الحكاك تاع الياغورت الطبيعي. يمكنك سيداتي ديري اترو تاع الحليب في حك واحد، لكن 2 لتر تعطيك كمية مهمة وتتهني المدة تاع أسبوع أو على الأقل 5 أيام. تنديرو يطرو يغلى وتطلع فيه الغلية بحال هكدا، وليطرو لاخر تنديروه في إناء لي غادي يهز لينا تقريبا 2 لترو ونص تاع المحتوى. 2 لترو ونص، كل إناء شوية كبير. حنا غنديروه طبيعي بدون سكر، اللي بغى السكر راه تيزيدو حسب الذوق. نزيدو هاد 2 حكايات هنا، سهلة الياغورت تعطي كمية كبيرة ومهمة، متعدد الاستعمالات. يمكنك تستعمليه في وجبة السحور في الفطور، تستعمليه في لي كيك، تعطيه الأطفال الصغار، الناس اللي تيديرو الحلميات هما اللي ياخدوه، لأن ما فيه لا سكر لا والو. والناس اللي عندهم مرض السكري تا هو مزيان ليهم. تنحركوه هكا بشوي، نحركو مزيان باش نذوبو الياغورت في الحليب البارد. وضروري ما نديرو الياغورت مع الحليب البارد ماشي مع الحليب السخون، باش ما نقتلوش البكتيريات اللي موجوده في الياغورت. نتسناو على الحليب يطلع ونزيدو هنايا الحليب، هو طلعات فيه الغلية. هنا تنحركو باش ندمجوه مع الخليط الأول. سدو عليه وباش نسرعو العملية تاع تكاثر البكتيريات ويوجد لنا الياغورت بسرعة، غادي نغطيو عليه بحال هكا. أنا تنديرو في مانطا بحال هكا، أنا عندي واحد المانطا تاع الدراري الصغار بقيت محتفظة بها. وهذا الإناء أنا فايتة شريته من عند الأخوات غادي يعرفوه، من عند مدام ميكا أي تيبروير. وهذه سنين وأنا تندير هاد الياغورت تقريبا شي 15 عام، دائما ما تخطانيش. هاد الإناء تدي ليا أسبوع، غنخلي هكا جانبا حدايا 3 حتى 4 سوايع وغادي يوجد، ومن بعد غنديروه يبرد لينا في الثلاجة. وهكذا سيداتي بعد ما تدوز المدة اللي خلينا فيها هاد الياغورت يوجد، تنوصلوا لهاد النتيجة رائعة. كيف تشوفي معايا، انا دخلت الثلاجة برد
وكيف تشوفي ها هو وجد ونجح 100%. شوفي سيداتي رائع، يمكن لينا نغرفو منه الجهد اللي بغينا ونديروه في كويسات بحال هكا، تناولوه في الفطور ولا في السحور حسب الحاجة. فهاد ياغورت سيداتي كيف تتعرفي فهو متعدد الاستعمالات، يمكن لينا نستعملوه هكا طبيعي او نضيفوا ليه فواكه او نستعملوه في الكيك او نستعملوه في مملحات، فهو طبيعي وبلا سكر. وبطبيعة الحال الناس اللي بغاو السكر يمكن يضيفوه ليه. انا تقسمت معكم الياغورت اللي بالسكر، وهذا ياغورت طبيعي 100% بلا سكر. فإذا عجبتك سيدتي الفكرة وعجبتك الوصفة جربيها، فهو تعطي كمية كبيرة أكثر من 2 كيلو، وتتصبر معاك بطبيعة الحال في الثلاجة لمدة أسبوع. ما تبخليش سيدتي على الوصفة باللايك بأم بالبارتاج. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.